بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو كان مقرر اليوم شرع في قضية المتابعة في كل مستعيد النصري ومن معه. بالنسبة لجلسة اليوم الدفاع لم يتمم طلبة ديالو، احنا مازال ما وصلناش للمرحلة ديال الدفوع الشهرية، نحن بصدد الطلبات الرامية إلى تجهيز القضية. كانت مجموعة من الطلبات من بينها استدعاء شهود الذين استمعوا إليهم قاضي التحقيق أو مصرحين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كذلك بعض المؤسسات، لأنه القانون ينص على أن المحكمة لا يمكن لها أن تبني مقررها إلا بناء على حجج عرضت ونوقشت شفاهيا بالجلسة، والمحاكمة العادلة تقتضي مواجهة هؤلاء المتهمين بهذه الشهود، ونحن لم نكن انتقائيين في طلباتنا المتعلقة باستدعاء الشهود. ما طلبناش غير شهود النفي، طالبنا بشهود النفي وشهود الإثبات وحتى بشهود الزور اللي كاينين في هذا الملف هذا. وإن شاء الله سمي العليم الملف سيعرف مفاجآت أخرى، ذلك أنه كاين مجموعة من الوقائع التي سيتأتى لنا دحضها بوسائل مادية أو بوثائق. وللإشارة الملف جرى تأخيره لجلسة الجمعة المقبلة الأسبوع المقبل إن شاء الله صباحا. بخصوص الجلسة ديال اليوم كما تبعتوا معنا، كانت جلسة اللي مخصصة أساسا للتقدم بالطلبات المتعلقة بتجهيز القضية. هذه الجلسة حاول الدفاع يعني أن يتقدم بطلبات تتعلق بإحضار ملفات ووثائق غير موجودة في الملف ونعتبرها وثائق حاسبة، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بالشهود استدعاء شهود يعني كذلك حاسمين في الملف. لأنه لا يخفى عليكم أنه بعد الاطلاع على المسطرة اتضح أنه تم الاستماع لمجموعة من الأشخاص، وتم الاستماع لأشخاص متعددين واعتبروا كشهود في هذا الملف، وللأسف يعني بعد الاطلاع على الملف اتضح أنه لم يتم إجراء أي مواجهة بين هؤلاء الشهود والمتهمين لوقوف الحقيقة الملف. واحد النقطة الثانية أنه الشاهد الرئيسي أو المطالب بالحق المدني الرئيسي أو المشتمل الرئيسي والمدعى الحاج أحمد بن إبراهيم، واللي عنده أوجه متعددة في هذا الملف يعني قال كلام فيه مغالطات كثيرة ولم يتم الوقوف على مدى صحتها، أولا من خلال إجراء مواجهات بينه وبين باقي المتهمين، ثانيا من حيث البحث في صحة هذه المعطيات. ذاك اليوم كانت مهم، وهذا الإشكال تكرر أمام مؤسسة التحقيق، لأنه بعد الاطلاع على المجريات البحث أمام سلطة التحقيق تأكد مرة أخرى أنه لم يتم إجراء أي مواجهة بين الشهود ما اعتبروا شهود هذا الملف والمتهمين، وأخص بذلك الشخص الذي أوازر أستاذ سعيد الناصري، لم يتم إجراء مواجهة بينه وبين هذا الشخص اللي هو الحاج أحمد بن إبراهيم، ومن أجل الوقوف على الحقيقة، خصوصا وهذه النقطة المحورية، أنه هذا الرجل يقول وتقول واقع الملف على أساس أنه تقدم بسبع شكايات قبل أن يحرك هذا الملف، وهذه الشكايات اختفت من الملف، لذلك طالبنا بإحضارها باش نعرفوا هل في هذه الشكايات ذكر اسم السي سعيد الناصري من ضمن المشتكين، أم أن الأمر في تصفية حسابات أنه هذا الرجل ارتأى أن يدخل أو يقحم اسم هذا الشخص باعتباره شخصية عمومية من أجل التأثير على مسار الملف ومن أجل إعطاء هذا الحجم وهذا الزخم. لذلك يعني حتى التقرير الذي أعدته الفرقة الوطنية تؤكد على أساس أنه اسم السي سعيد الناصري ما مذكورش في الشكايات السبع اللي هي كانت أساس تحريك هذا الملف، ولا إشارة في السي سعيد الناصري. إضافة إلى أنه المساطر التي أنجزت كذلك في 2015 و2019 لا السي الحاج أحمد بن إبراهيم ولا الباقي المتهمين الذين اتهموا في الملف الذي يتعلق بالشحنة ديال 40 طن اللي شدت الجد 2015 ليست فيه أي إشارة أو ذكر لاسم السعيد الناصري. كيف اليوم من بعد هذا الشيء كله ومن بعد تحكموا ناس ومشاو ناس واليوم عاد يجي هذا الرجل ويقول لنا هذه الكذبة الكبيرة اللي يعني أراد من الجميع أن نصدقها. ذاك اليوم هذا ملف بني على كذبة كبيرة، أقول كذبة كبيرة. مهمتنا اليوم كدفاع أن نثبت للمحكمة أولا وللرأي العام الوطني ثانيا أننا أمام رجل لا يقول الحقيقة حتى لا أقول رجل كاذب.